السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كنا بدينا الشابتر تروي ديسكوسيتي كومونتير. شفنا في الفيديو اللي قبل لي ريغل كومان ا تو لي كونترا. في هذا الفيديو غادي نشوفو لي ريغل بروبر او كونترا دو سوسيتي، لي ريغل اللي كيكونوا خاصين غير بالعقد ديال الشركة. دو لا ليكتور دو لارتيكل 982 du doc, on peut dégager quatre éléments caractéristiques du contrat de société. Maintenant, quand on parle de cette méthode, 582, quand on parle de l'autre, les caractéristiques de l'acte de la société. Première chose, la pluralité d'associés. Il y a beaucoup de associés. Mise en commun d'apport. خاص يحطوا شي حاجة، يجيبوا معهم شي حاجة ويحطوها في الشركة. Participation au résultat de l'exploitation. يتشاركوا في هذيك النتيجة اللي كتخرج في الاخر ديال العام ديال الاستغلال ديال داك النشاط. Et la volonté de collaborer. والإرادة باش يتعاونوا بيناتهم باش يحققوا هذاك الهدف اللي عليه كرياو هذيك لا سوسيتي. هادو هما لي كاتر اليمون كاركتيريستيك اللي كاينين في الكونطرا دو سوسيتي. غنبداو باول حاجه هي لا بلوراليتي داسوسي. لارتيكل 982 دو دوك بريسيز كو كتقول لينا بان لو كونطرا اي كونكلو اونتر دو او بليزيور بيرسون، يعني جوج الناس ولا اكثر. من هنا كتجي لا بلوراليتي، يعني ما يقدرش يديرها واحد شركه. مازال غادي نشوف واحد ليكسيبسيون. il faut donc la rencontre de deux ou plusieurs volontés pour la constitution d'une société. خاص يكون عندنا جوج ولا بزاف ديال الارادات باش ننشئوا واحد الشركه. toutefois une exception est à signaler et qui est introduite par la loi numéro 15-596. Puisque l'article 44 dispose que la salle est constituée par une ou plusieurs personnes. كتجي هنا فين كاينه ليكسيبسيون، يعني يقدر لاصار يديرها شخص واحد. كي نو سيبورت لي بيرت كا كونكورونس دو لو ابور، يعني الا كانوا بزاف ديال لي زاسوسي كل واحد كيتحمل هذيك الخساره بالنسبه ديال داكشي اللي جاب هو في النهار الاول للشركه لي زابور ديالو. الشرط الثاني ميز اون كومان دابور، خاص يجيبوا شي حاجه، كل واحد يجيب واحد الحاجه ويولي داكشي مشترك. il n'y a pas de société sans apport d'associé. الا ما جاوش لي زاسوسي شي حاجه راه ما نقدروش نقولوا بانها كاينه سوسيتي. ces derniers doivent affecter un bien ou un droit à la société. هاد الاخرين هاد الشركاء خصهم يحطوا واحد الملك ولا واحد الحق يعطيه للشركه اون كونتري بارتي دو لا ريميز دي تيتر سوسيو، في المقابل ديال كتعطيهم واحد السندات ديال المشاركه فيها. اون لابسونس دابور لا سوسيتي اي نول، الا ما كانوش هاد لي زابور كتكون هذيك الشركه ما كايناش نول. ا سيت ايغار on peut distinguer entre trois catégories d'apport. عندنا ثلاثه ديال الاشكال ديال لي زابور. اول واحد لابور اون نيميرير، هذا سهل، هو كنجيبو الفلوس. il s'agit d'un apport d'une somme d'argent، كنجيبو واحد المبلغ مالي. il faut distinguer la souscription et la libération، خاصنا نفرقو ما بين لا سوسكريبسيون اللي هي الالتزام ولا الالتزام، ولا ليبراسيون هي
فاش كنحطو هادوك الفلوس اللي التزمنا باش نحطوهم دو لابور اون نيميرير بار لا سوسكريبسيون. فهاد لا سوسكريبسيون لاسوسيي سونجاج كي التزم ا افيكتوي ان ابور دان مونطون ديتيرميني كي التزم باش يجيب لينا واحد لابور اللي المقدار ديالو واحد المبلغ معين. بار لا ليبراسيون تحرير l'associé exécute un engagement. هاد l'associé qui نفذ هذاك الوعد اللي كان دار verse la somme promise وكيحط هذيك المبلغ اللي كان وعد به. Il suffit que l'associé s'engage à effectuer un apport pour que la société soit formée. كنكتفيو بلو فات ديال هذاك الشريك كيدير واحد الالتزام بانه غادي يحط واحد الفلوس لصالح الشركه. Il suffit que l'associé s'engage à effectuer un apport pour que la société soit formée. غير هذاك الالتزام كيسمح لينا باش نفورميو هذيك الشركه ميم سي لا ليبراسيون دو لابور انترفيان اولتيريرمون. واخا التحرير ولا فوقاش كنحطو داك الفلوس واقعيا غادي تجي من مورا داكشي. واخا الفلوس مازال ما تحطوش كنقدروا نفورميو الشركه. عندنا الشكل الثاني ديال لي زابور لابور اون ناتور كنجيبو شي حاجه. Il consiste dans l'apport d'un bien qui peut être corporel comme un immeuble. كنجيبو واحد الملك اللي يقدر يكون كوربوريل مادي بحال واحد الميموبل ولا ماتيريال ولا شي ابور يكون انكوربوريل بحال فوند كوميرس. راح فتنا دوينا عليه فوند كوميرس سي تان بيان انكوربوريل لي زاليمون ديالو كاينين اللي هما انكوربوريل. بروفي دانفونسيون واحد براءة الاختراع حتى هي راه كتسمى ابور اون ناتور. ان بيان est ainsi mis à la disposition de la société, soit en lui transférant la propriété, soit en lui conférant la jouissance de ses biens, ou là, l'apport en nature est exigé à la naissance de la société. هاد لابور اون ناتور ماشي بحال لابور اون نيميرير خاصو في الوقيته في الميلاد في التنشئه ديال الشركه خاصنا نحطوه ضروري ماشي كنديرو التزام وحتى من بعد هذا باش كنحطوه كنحطوه سور بلاس. هاد لابور اون ناتور لابور اون اندستري ان اسوسيي بو ابورتي دون سيرتان سوسيتي نون با ان بيان او اون سوم دارجون مي سون اندستري. يقدر واحد الشريك ما يجيبش الفلوس وما يجيبش واحد الملك ولكن يجيب هذيك الصناعه اللي عنده اللي كيعرف ليها سي تادير سون اكسبيريونس التجربه ديالو سون سافوار فير الكفاءه ديالو اي سون ترافاي والخدمه ديالو. لابور كونسيست دونك اون ليكزيرسيس دون اكتيفيتي كي ريمونيري بار لاتريبيسيون دي دروا سوسيو. حتى في هذه الحاله كنعطيو دو دروا سوسيو. سو تيب دابور ان كاركتير تومبورير هاد لابور هذا كيكون عنده واحد الطابع اللي هو ماشي دائم غير واحد المده. il cesse avec l'arrêt de l'activité de l'apporteur ملي كتسالي ما كيبقاش خدام هذاك لابورتور اللي جاب هذاك السافوار فير صافي ما كيبقاش عنده الحق فيه. L'apport en industrie est interdit dans les sociétés par action. Les sociétés par action, on ne peut pas faire l'apport en industrie. D'autant plus qu'il n'est pas pris en compte pour la détermination du capital. Il n'y a pas d'apport en capital, l'apport en industrie. Dans le contrat, les règles propres au contrat de société, dans la participation aux bénéfices, et contribution aux pertes. المشاركة ديال الأرباح و أيضا تقاسم الخسائر.
L'élément implique deux choses. C'est l'élément qui s'imagine juste dit le voyage. D'une part, le but de la société est la réalisation d'un bénéfice. Chaïka, l'hadaf d'yéla, ou tahqiq ribh. D'autre part, tous les associés se partagent les bénéfices qui sont les fawaïd et l'anjou et éventuellement les pertes. Ou hatta l'khasa'ir et l'anjou. Si le but poursuivi est la réalisation d'un profit, إذا كان الهدف اللي متبعينه هو تحقيق الربح لي بيرت بوسيبل كونستيتي ايغالمون اون سيتوياسيون ا بريفوار حتى الخسائر خاصنا نديروهم في الحساب ديالنا بانهم نقدروا ما نربحوش نخسروا لا بار دو شاك اسوسيي دون لي بيرت اي لي بينيفيس اي ديتيرميني اون فونكسيون دو سا بارتيسيباسيون هذيك الحصة ديال كل شريك هي إما في الأرباح ولا في الخسائر كتكون محددة بالنسبة نسبة لهذيك المشاركة ديالو. إلا مثلا كان مشارك 50% في الشركة راه إلا ربحت الشركة غياخد 50% من الأرباح، ولا خسرت الشركة غادي يتحمل 50% ديال الخسائر. رابع حاجة اللي كاينه في لي ريغل بروبر او كونطرا دو سوسيتي لا فولونتي دو كولابوري، هذيك الاراده ديال التعاون دون زان اسبري سوسيتير، واحد الجو اللي هو اجتماعي لافيكسيو سوسيتاتيس. Il s'agit de la volonté de collaborer à la réalisation de l'objectif déterminé à la naissance de la société. هادي الإرادة باش يتعاونوا باش يحققوا هذاك الهدف اللي حطوه في النشأة ديال هاد الشركة. La validité de toute société, المصداقية ديال أي شركة est subordonnée à l'existence de cet élément. خاص ضروري باش تكون الشركة عندها واحد المصداقية وواحد الصلاحية، خاص ضروري يكون هاد الشرط ديال لا فولونتي دو كولابوري دو سيت إليمون دو ناتور بسيكولوجيك، هذا الطبيعة ديالو نفسية كي بوس لي زاسوسي اللي كيدفع هادوك الشركاء باش يتعاونوا بور لا ريوسيت دو بروجي باش ينجحوا هذاك المشروع ديالهم الاقتصادي اي la réalisation des objectifs escomptés ويحقوا هادوك الاهداف اللي كانوا سطروهم في الاول وباغين يوصلوا ليها. غادي وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. هاد الشابتر 2 اللي كيدوي على لا بيرسوناليتي مورال اي لي تيبولوجي ديال لي سوسيتي غادي نخدموه ان شاء الله في الفيديو الجاي. من هنا تما كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.